السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الطفل العنيدي اللي هو كل ما نقوله على حاجة ما يرضاش يعمل اللي احنا عايزينه، كل ما نطلب منه حاجة يبدأ يرفضها. طفل عنيدي، الطفل العصبي اللي بيقعد يعيط كتير ويصرخ كتير ويكون طفل عصبي في البيت. هنتكلم النهاردة عن ازاي نقدر نتعامل مع الطفل العنيدي ده ونقلل من عصبية الطفل بنسبة كبيرة. طبعا الطفل العنيدي ده بيعمل صدام في البيت. تيجي الام مثلا تطلب من الطفل حاجه تلاقيه ما بيسمعش الكلام، تكبر في دماغها تقول لك ازاي الكلام ده، اذا كان باباه ما بيقدرش يعمل الكلام ده، ده انا ببص لبابا البصه كده جري بيعمل اللي انا عايزاه، ازاي حته عيل صغير كده ما يرضاش يعمل اللي انا. فيبدا الموضوع يكبر في دماغه، تقول ايه ده، وانا مش قادر اسيطر على البيت ولا ايه، وانا مش هعرف امشي كلمتي في البيت. فتبدا تاخد الام موقف عدائي ضد الطفل العنيدي ده، وتبدا الدنيا تبقى فيها خلافات كتير. احب اطمنك بس ان بابا راجل كبير وعاقل وفاهم كويس ايه الصح وايه الغلط، وعارف ان من خاف سلم، فطبيعي لازم يسمع الكلام عشان يمشي كويس، عشان لو دخل معاك في اي معركه 90% بيطلع خسران. فبالتالي بابا بيقتصر الشر من الاول خالص وبيسمع الكلام. الطفل الصغير لسه ما عندوش الحكمه ديت، لسه مش عارف ايه الصح وايه الغلط. موضوع العند بتاع الاطفال ديت لازم له تكتيك معين، ببساطه كده نقدر ان احنا نتخلص من الموضوع دوت مع الطفل. اول حاجة بس عايز افهمها لك ان الطفل العنيدي ده طفل شخصيته كويس، طفل شخصيته قوية، عنده شخصية يقدر يقول لا، يقدر يرفض، مش شمال شمال يمين يمين، روح اعمل كذا حاضر روح اعمل، ما ينفعش. برضو الطفل ده ليه شخصية كويسة وليه قدرة على اختيار القرارات، فبالتالي ما تكسريش الشخصية دي، اتعاملي معاه بذكاء شوية، هتكسب ابنك وهتكسب شخصية كويسة معاه. اول حاجه بس عايزين نعرفها، يعني ايه طفل عنيدي، يعني ايه العند. العند ده انه هي طفل يكون بيرفض تنفيذ الاوامر. طب يا ستي كويس ان انت عارفه ان هو بيرفض تنفيذ الاوامر، قللي الاوامر شويه، مش 50 اوردر في الساعه، مش كل شويه اعمل كذا اعمل كذا روح كذا سيب كذا، قللي الاوامر شويه وخليها اختيارات. يعني ما تيجي تتكلمي مع الطفل خيري، يعني بدل ما تقولي له يلا نروح نمشي دلوقتي مثلا، تقولي له طب نمشي دلوقتي ولا نمشي كمان شويه، بدل ما تقولي له مثلا كل ناكل كذا، تقولي له طب تحب تاكل كذا ولا تحب تاكل كذا، بدل ما تقولي له روح ذاكر حالا، قولي له طب بص ممكن 5 دقايق كده تخلص تلعب شويه وبعد كده تذاكر. بيبدا الطفل ساعتها بيحس ان هو اللي واخد القرار، ان هو اللي قال انا عايز اكل، هو اللي قال انا عايز امشي في التوقيت دوت، هو اللي قال انا هذاكر كمان شويه. طفل ما بيحس ان هو بيبدا ياخد القرار، فبالتالي بيبدا العند بتاعه يقل. يبقى انت مهم جدا ان انت تقللي الاوامر شويه وتخليها اختيارات. تاني حاجه هنحاول نصاحب الطفل شويه، نبقى احنا معاه كده اصدقاء ونقعد نهزر ونلعب ونضحك كتير مع بعض. ساعتها الطفل بيبدا يتقبل مننا الطلبات اللي بنطلبها بصدر رحب شويه. دايما هتلاقوا الاطفال الاكبر شويه بيسمعوا كلام اصحابهم وتبقى كلمه الاهل تقيله شويه. ده المبدا، ان احنا لو بقينا اصحاب للطفل دوت من الاول خالص هيبدا ان الكلام بتاعنا مش هياخده بمحمل ان احنا بنديله امر، وهياخده بمحمل ان احنا اصحاب مع بعض وهو بيبسطنا وبيسمع كلامنا عشان احنا كويسين معاه. برضو الطفل لما بنيجي نديله اوامر مش بيرفضها كلها، يعني ما بتيجي تقولي له مثلا اعمل كذا وكذا 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 مش بيرفض الحاجات دي كلها، بيرفض حاجات وبيوافق على حاجات. حاول الحاجات اللي هو بيرفضها نثني عليه فيها، الحاجات اللي هو بيوافق عليها نثني عليه فيها، نفهمه ان احنا مبسوطين من الموضوع دوت، ان انت طفل كويس ان انت تعمل الحاجات ديت. بيبدا الطفل يحب احساس المدح ده، فلما بتطلبي منه حاجه بيبدا الطفل يسمع الكلام عشان تسمعيه كلام المدح. فانت لما يعمل حاجه وتطلبي منه حاجه ويعملها امدحي الطفل شويه، يحسسيه ان انت راجل محترم على فكره، انت اللي انت عملته ده عشان انت طفل ممتاز. بيبدا الطفل بيفرح بنفسه بالموضوع دوت، وبالتالي بيحاول ان هو يستجيب للطلبات اللي بنطلبها منه تحت بند ان انا طفل كويس وان انا شخص كويس. اتفقنا؟ برضو من الحاجات اللي بتخلي شخصيه الطفل كويسه ان انا اشاركه في قرارات الاسره، يعني لما يكون طفل كبير شويه واحنا هنعمل مثلا اي حاجه في البيت، هنجدد حاجه في البيت، هنشتري حاجه، هنعمل اي مشروع معين مثلا داخل الاسره ده، بنبدا نمسك الطفل ونساله والله احنا هنعمل كذا 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 انت ايه رايك؟ طب احنا مثلا هنجيب عربيه مثلا، ربنا يكرمنا كلنا، هنجيب عربيه جديده مثلا،
العربية دي تحب لونها يكون ايه، تحب يبقى كذا ولا يبقى كذا، طب احنا هنعمل مثلا في البيت الحاجة الفلانية، انت رأيك ايه، تحب نعمل كذا ولا نعمل كذا. مشاركة الطفل دي وطريقته معانا في اتخاذ القرارات، حتى لو مش هناخد بيها قوي، بس هو يبقى حاسس ان احنا بنشاركه، بنتعامل معاه ان هو شخص مسؤول، دي بتزرع فيه احساس المسؤولية، فبالتالي بيبدأ الطفل ده يحاول دايما يبان ان هو كويس، دايما ان هو يبان ان هو قد المسؤوليه، دايما ان هو يبان ان انا الطفل يقدر يعتمد عليا. فدي من الحاجات برضو اللي بتقلل العند بتاع الطفل وبتخلي شخصيته قويه جدا. مهم برضو ان احنا لما قاعدين في تجمع ما ننتقدش ابننا قدام حد، ما نقولش ان ابننا دوت ما بيسمعش الكلام، او ان هو طفل سيء، او ان هو طفل شقي، او ان احنا ننتقد فيه او نبين النقط السلبيه للطفل ديت قدام الناس اللي احنا قاعدين. مهم جدا ان احنا لما نبقى قاعدين قدام حد نمدح طفلنا بصفه جيده يعني قدام الناس، دي من الحاجات برضو اللي بتعزز ثقه الطفل بنفسه وبتقلل عصبيته عنده في البيت. موضوع الطفل العيني ده موضوع بسيط لازم نتعامل معاه بهدوء، هنكسب ابننا وهنكسب طفل شخصيته كويسه، وهنكسب ان احنا ما نخسرش الطفل. ويا ستي مش مشكله ان الطفل وباباه يسمعوا الكلام، كفايه بابا ان هو بيسمع الكلام ما فيش فيها مشاكل، خليها عليك انت، كبري دماغك شويه وفي الاخر الاثنين هيسمعوا الكلام، واللي انت عايزاه هو اللي هيكون في البيت، ما تقلقيش. تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لنا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا لنا في القناه، وتنزلوا تبصوا في الوصف تحت هتلاقوا الرابط بتاع الموقع الالكتروني بتاع العياده، ممكن ندخل عليه هنلاقي فيه فيديوهات جميله ان شاء الله. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها لنا في التعليقات وانا هحاول ارد عليك قدر الامكان. شكرا.